كابتن ربيع ياسين عضو جمعيه اللاعبين القدامى، اهلا بك في وقت اخبار اليوم. اهلا وسهلا بيكم، واحنا النهارده بنكرم الكابتن حلمي طولا بجهازه الفني، كابتن سعد حفيظ محمد يوسف بقياده جهازهم الفني وبنكرمهم. احنا لازم نتواصل ولازم نتحاور ولازم نتشاور ولازم نقرب من بعض. الجمعيه دي جمعيه بفضل الله تعالى بتساعد 71 اسره شهريه، كباتن قدموا لمصر وقدموا لانديتهم كتيره جدا. يا رب بس نتواصل وان احنا الانديه تساعدنا باذن الله تعالى في اشتراكها الشهري. وانا شايف النهارده يوم كويس، يعني لازم نتحاور لازم نتوقف عند حاجه، ان احنا لازم نرجع الرياضه ونرجع الدوري ونرجع الحياه الرياضيه باذن الله تعالى لوطننا. ويا رب يا رب احنا كل همنا ان وطننا يبقى في المقدمه باذن الله تعالى. فعشان كده النهارده عملنا اجتماع، عملنا تكريم وكل اعضاء مجلس الاداره موجودين. يا رب يكون يوم كويس ان شاء الله وكل سنه وانتم طيبين. ايه رساله حضرتك حابب تقدمها للجمهور من تجمعك للجهازين الفنيين لنادي الاهلي ونادي الزمالك؟ هو احنا دايما احنا في التمرينات كان الاهلي قبل الماتشات الافريقيه يزور الزمالك والزمالك يزور الاهلي والاسماعيلي يجي في الاهلي. هو ده روح زمان لازم ترجع، الود، الاحترام، الحب، البعد عن العصبيه، حب الوطن، الانتماء للوطن، هو ده الهدف والرساله. لازم ترجع، كلنا اخوه، كلنا حبايب، كلنا لازم نامن بلدنا، كلنا لازم نحمي بلدنا، لازم الدوري يرجع ولازم واحنا اللي مسؤولين عن الدوري، مش الامن، الامن اخواتنا وحبايبنا وحياتنا، لكن وطننا هو الغالي. فدي رساله للانديه ورساله للجمهور ورساله لكل مصر، ان احنا كل واحد همه يكون وطنه. فاحنا همنا وطننا باذن الله تعالى. احنا بروح الاسره الواحده مجتمعين النهارده بنكرم حبايبنا واخواننا، كنا مع بعضينا. شوف النهارده نجوم كبار موجودين. فيا رب يا رب الفتره اللي جايه باذن الله تعالى تكون مصر في احسن حال واحسن بلد في الدنيا ان شاء الله تعالى. حضرتك شايف مستوى الرياضه في الفتره القادمه هيكون ايه في ظل ظروف البلاد حاليا؟ الحمد لله، ما احنا في بشارات. انت عندك نهائي كاس مصر معدى على خير بفضل الله تعالى، ماتش نهائي افريقيا النادي الاهلي بفضل الله عدى على خير، ماتش مصر وغانا بفضل الله عدى على خير في التصرفات، في السلوكيات، في الاخلاقيات، في الحب، في الانتماء. ده حاجه جميله جدا وتبشرنا. فاللي جاي ان شاء الله انا بطالب المسؤولين دوري يرجع ان شاء الله والرياضه ترجع، ما تخافوش. ابن مصر الغالي هيحب وطنه، مش هيخرب، مش هيبعد، مش هيعمل اي حاجه ان شاء الله تعالى. فدي بشارات تقول ان الدوري لازم يرجع، الرياضه لازم ترجع، الحياه لازم ترجع، وان شاء الله كل حاجه ترجع افضل واحسن من الاول باذن الله تعالى. شكرا كابتن ربيع ياسين. شكرا.